بسم الله الرحمن الرحيم. سنبدأ معا حل ورقة عمل 7 والخاصة بالاتصال بقواعد البيانات. السؤال الأول: شغلي البيزك المرئي. السؤال الثاني: انشئي مشروعا جديدا باسم بنك الأسئلة. لإنشاء مشروع جديد من قائمة فايل نختار الأمر New Project، نكتب اسم المشروع في خانة النيم، ثم نضغط موافق. السؤال الثاني: احفظ المشروع باسم بنك الأسئلة. لحفظ المشروع نضغط على أداة Save All، نحدد المكان الذي سنحفظ فيه المشروع، ثم نضغط Save. السؤال الرابع: انشئ اتصالا مع قاعدة بيانات db_bank الموجودة على المجلد تدريبات. لإنشاء اتصال مع قاعدة بيانات من قائمة داتا نختار الأمر Add New Data Source، ونلاحظ أن الاختيار المفعل هو Database، حيث أننا سنقوم بالاتصال بقاعدة بيانات. نضغط زر Next، ثم نضغط الزر New Connection اتصالا جديد، ثم نضغط Change، وضغطنا على هذا الزر لتحديد نوع قاعدة البيانات وهي قاعدة بيانات من نوع Access، ثم نضغط موافق، ثم نضغط استعراض لنحدد اسم قاعدة البيانات. قاعدة البيانات باسم db_bank، وبعد تحديد نوع قاعدة البيانات حيث أنها Access، ثم تحديد اسم قاعدة البيانات الموجودة في مجلد تدريبات، نضغط زر Test Connection لاختبار الاتصال. تظهر رسالة تفيد بأن الاتصال قد نجح. نضغط زر موافق، ثم نضغط زر التالي. نلاحظ ظهور رسالة تفيد: هل تريد عمل نسخة من المشروع وتسمى هذه النسخة الداتا سيت؟ نضغط زر موافق لإنشاء مجموعة بيانات أو داتا سيت تحتوي على الجدول QU، وهو الجدول الموجود به البيانات. نضغط موافق، ثم نضغط Next. نضع علامة صح بجوار كلمة Tables لتحديد جميع الجداول. يوجد جدول واحد فقط في قاعدة البيانات، اسم الجدول هو QU، وهذه هي الحقول الموجودة في الجدول: حقل Number، حقل Question CH1 CH2 CH3، وحقل Answer AN. الجدول الموجود في قاعدة البيانات اسمه QU، وهذه هي مجموعة الحقول الموجودة في الجدول، عددها 6 حقول. نضغط زر Finish، وطبعا نلاحظ ظهور اسم مجموعة البيانات أو الداتا سيت في هذه الخانة داتا سيت نيم. نضغط زر Finish لإنهاء عملية الاتصال. السؤال الأخير: احفظ التعديلات على المشروع ثم اغلق البرنامج. نلاحظ في السوليوشن وجود اسم قاعدة البيانات، ونلاحظ أيضا اسم الداتا سيت أو مجموعة البيانات. للحفظ نضغط على أداة Save All، وبهذا نكون انتهينا من ورقة عمل 7، والسلام عليكم ورحمة الله.